اهلين وسهلين بها القامي وبها العين. امري وتبني مدام. قدي كيلو الخيار؟ ولا همك، ما بنختلف، اطلبي انتي. لك انزل لي 6 كيلو بس نقي لي اياهم صغار. لك شو عم يعمل هالقف البلور؟ لك يا سامي طلع صفر ما يوصفه. طلع. حاضر معلم. لعمك اليوم على هالغلاظة؟ لك معلمي روح من هون، روح هلا بجيب لك الشرطة. ويمي داخل على البلور هلا بتوصخه. مرحبا. اهلا وسهلا يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. شو طلبك يا انسه؟ تفضلي ابوري يا ميت. اهلا وسهلا، تفضلي. بدي اقلب كرتون ظريف على ذوقك لو سمحت. تكرم عينك يا ميت، اهلا وسهلا، بس بقدر اعرف شو المناسبه يا ترى؟ ما في مناسبه. ما في مناسبه، يعني بدك تاخذيه على البيت؟ لا، بدي اخذه معي على الجنينه. انو جنينه؟ على الجنينه اللي هون. بس شو علاقه الجنينه بالقطو؟ قصدي اقول لك انه شو المقاس اللي بتريديه يا انسه؟ لانه عندنا مقاس كبير ومقاس وسط ومقاس صغير. اعطيني اصغر قياس. تكرم عينك يا ميت، اهلا وسهلا. بس عفوا انسي، بدك يا كريم ابيض ولا على شوكولا؟ لا على شوكولا. تكرم عينك يا ميت، اهلا وسهلا. دقيقه بس. ماما شو بدك حبيبتي؟ تعالي معنا على الألعاب، الصبيان الكبار ماما خلونا نلعب. استني شوي، هلأ بتجي نوال وبتاخدكم. ليش وين راحت؟ راحت تجيب لكم جاتو. ماما ما بدنا جاتو، لا بدنا نلعب. وانت كمان بدك تلعب؟ ايه ماما بدي لعب. أصبح كل واحد منكم بياكل قطعة جاتو وبعدين بتروحوا بتلعبوا، منيح هيك؟ ماما الله خليك، خلينا نلعب بعدين ناكل جاتو. مرحبا ماما. أهلين نوال. ماما الله يرضى عليكي، حطي العلبة من إيدك وخدي إخواتك خليني يلعبوا شوي. طيب خليهم ياكلوا جاتو بالأول. معلش مو مشكلة، بس يخلصوا لعبة بياكلوا، برضاي عليكي. بالله شو؟ إي والله لما كنت أدكم ماما ما كانت تلبي لي طلباتي بهالسهولة، بس أنتم مدللين وعلى شو ما بعرف. لك أنتي بتضلي حبيبة أمك ولو صار عندي 10 أولاد. يلا حبيبتي. يلا.
لك اهلين اخي ابو احمد، الله يعوض عليك. الله معك حبيبي، مع السلامه. لك فهمت عليك، والله فهمت عليك، بدك بطاريات المسجلة. طب هات حقهم، وين حقهم؟ هات حقهم وخذ البطاريات. ولك حبيبي أنا ماني فاتح الدكان سبيل للرايح والجاي، فاتحها حتى استرزق. بقى إذا بدك بطاريات روح جيب حق البطاريات وتاخدهم. ولك انت ليش بدك بطاريات المسجلة؟ انت اطرش بقى، شو فرقاني معك اذا كان فيها صوت ولا ما فيها صوت؟ تزعل نانسي عجرم؟ يا سيدي خليها تزعل، هي وهيفاء وهبه ورويد عطيه، مو مشكله، بنبقى بنصالحك معهم. قال يعني كثير فارق معهم اذا واحد مثلك سمع اغانيهم. خير حبيبتي؟ شوفي اخي فادي وقع من على المرجوحه وعم ينزل من راسه دم. قولي على عمتي كيف صار هيك. غمي الفش براسه ماما؟ لا امي لا تخافي، جرح بسيط. وهلا شو رح تساوي؟ راح اخده على المستوصف حط له ضماد. سبيني انتي ورشا على البيت، ما بطول. يلا امي تاكسي. قرب قرب، حي الله قطعه ب 100 ليره. قرب عنا بنطلونات جاكيتات كنزات سلوكات، حي الله غرض ب 100 ليره. قرب يا طفران، اكسي ولادك ب 100 ليره بس، جيب عيالك لهون، تفضل لعنا، حي الله غرض ب 100 ليره. اهلا وسهلا، حي الله غرض ب 100 ليره، اهلا وسهلا، تفضل تفضل يا اخي يا اخي، تعا قرب وجرب قرب. أهلين شاكر، شلونك اليوم؟ شاكر الله يرضى عليك، فرقني بريحة طيبة، تركني اتسبب. بدك بطاريات؟ ايه روح هلا وبكره بشتري لك بطاريات. حل عن سمانة بقى، بكرة بشتري لك بطاريات، قلت لك مالي فاضي لك. عم تبرد بالليل؟ ليش انت وين عم بتنام هالايام؟ عم بتنام بالحديقة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يلعن ابو الفقر وعيشته. ايه ابو شكر، هاي المحل قدامك، نقي الجاكيت اللي بيعجبك ولبسه. ولا قلك هاي سترة أمريكية مستوردة قبل الحصار، يعني صار حقها غالي هلا، ومو فرقة بيني وبينك. ما بتحب العسكري؟ الحق معك. طيب روح نقي هاي الجواكيت قدامك. هلا هادي اللي عجبك تضرب انت وهالذوق، على كل حال مبروك. وهلا روح من وشي ورجيني عرض كتافك. لك على شو عم تبحبش بين الاواعي؟ مسجلتك؟ ليش وين حطيتك؟ طول بالك طول بالك، انا راح ادور لك عليها. لك لا 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 تاخذ سجلتي، لحظة لحظة دقيقة دقيقة، شكر شكر، هدي هدي دقيقة. ها لك حاططها تحت البدلة العسكرية خود، لا بقى تضيعها. أرجيني عرض كتافها.
are you? Yes, honey, I'm coming. Come, take a look at this. Oh my God, what is that? Terrorism is spreading all over the world. And you heard about the bomb they found yesterday in a big restaurant, unexploded. So we have to be very careful nowadays, huh? Oh honey, don't be so overcautious. We already live here in this country more than 10 years and nothing happened at all. This is a safe country. And all people here are peaceful and they love us and they hate violence. In spite of all what you say, I'm not at ease. 20 days ago, I noticed a black car who followed me wherever I went. Oh honey, believe me, it's your imagination. No, it's not just imagination, Laura. I'm afraid that there are some people here who want to take revenge from our country through me, because I am the ambassador. Oh my God, it's nonsense. Do you need anything, honey? No, thank you. Yes, hello. Do you speak English? Very good. I need to speak to the security officer in charge, please. Thank you. Yes, good morning, sir. I am Henry Stain from the embassy. Exactly. I think there are some nasty destroyer people who planted a bomb in the garden in front of our residence in the embassy. Yes, sir. Yes, exactly. I appreciate it, sir. Believe me, I'm very quiet until the bomb explodes. Thank you very much again. I appreciate it. Thank you. Bye-bye. مقدمو إل سيدي احترامي. مقدمو إل أخو. ألو مرحبا يا مقدمو إل. احترامي سيدي، اهلا وسهلا. سمعنا منيح يا مقدم وائل. هلا اجانا بلاغ من حي السفارات بانه في شخص مشبوه وضع قنبله بحديقه الخمس وردات المحاذي لاحدى السفارات الاجنبيه، والمنطقه مثل ما بتعرف منطقه سكن دبلوماسيين كبار واجانب، بقى مبنى شوشره، عم تفهم علي؟ انا بالامر سيدي، اوامركم. فورا تاخذ قوه كبيره وتحاصر المكان وخلي جهازك اللاسلكي مفتوح على طول معي، عم تفهم؟ امرك سيدي امرك، حاضر. ألو نعم سيدي، المقدم وائل معكم.
وين محطوط القنبلة يا مقدم وائل؟ سيدي القنبلة موجودة بالحديقة على المقعد، وعلى الأغلب موضوعة بعلبة حلويات. شو؟ هذا المكان حساس كتير، ولهالسبب بتقطع السير من أربع جهات وبتبعد الناس عن المكان، ولا تخلي حدا يتجمهر، ولا فرقة أبطال متفجرات يكونوا على حذر. عم تفهم علي؟ أمرك سيدي، أمرك سيدي، هن على الطريق وبس يجوا رح بلغهم توجيهاتكم. احترامي. شباب كل واحد ينفذ مهمته بسرعة، يلا. الو، احترامي سيدي. وقديش بتقدر وزن القنبلة يا مقدم وائل؟ يعني سيدي حوالي 3 كيلو. اعوذ بالله، اعوذ بالله، هي ممكن تعمل دمار كبير بالمنطقة إذا انفجرت. سيدي بالضبط، هي موضوعة بعلبة حلويات ملفوفة بشريط أحمر ومحطوطة على مقعد بالحديقة. هذا كله للتمويه، والانفجار رح يحصل عند فك الشريط. ايه محتمل سيدي. على كل حال أنا رح استعجل فريق المتفجرات. اعمل جهدك، لا تخلي حدا يقرب من مكان القنبلة لأنه ممكن تنفجر بأي لحظة. الله معك. ألو يا أخي، أنتوا فينكم؟ فينكم لهلا؟ لك يا أخ يلي هنيك، ابتعد عن المكان فورا. لك شو ما عم تسمع أنت؟ يا مواطن ابتعد عن المكان فورا. لك أنت اللي هنيك، لك في قنبلة، لك شو أطرش أنت؟ ابتعد عن المكان. ألو سيدي، احترامي. شو في عنا مستجدات يا مقدم وائل؟ سيدي في شخص يبدو أنه شحاد وعم يقترب من مكان القنبلة. خليه غادر المكان بسرعة، ما بدنا خسارة بالأرواح النوب. أمرك سيدي، أمرك سيدي. نعم سيدي. شو آخر المستجدات عندك يا مقدم وائل؟ سيدي هذا الشحات صار قريب كتير من القنبلة. اتصرف بسرعة، اتصرف بسرعة وخليك على الخط وخبرني شو عم بصير. هي معك شو نوعها؟ لا سيدي، لحظة لحظة سيدي، لونها بني. عرفتها؟ لك هاي تي انت؟ خذوا حذركم يا مقدم وائل، انبطحوا كلكم على الأرض، على الأرض. أمرك سيدي، الكل على الأرض. انبطحوا. وهلأ شو عم يصير معك يا مقدم وائل؟ خبرني. ألو، لك وينك يا مقدم وائل؟ لك وينك؟ Oh my God, he's opening the parcel. Oh my God. يا مقدم وائل، شاوبني يا ابني، لك شو صار معك؟ بصوا خبر المتفجرات ولا لا؟ لا سيدي، ما وصلوا. طيب، ولا يهمك، هلأ رح أبعث لك قوة جديدة. ما في داعي يا سيدي، ما في داعي. خلاص خلصت القصة. شو خلصت القصة؟ شو صار؟ سيدي هذا الشحاد أكل القنبلة ومشي الحال. شو؟
Obviously, it's still a safe country. It is. Omu, shabab, omu. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. الله يعافيكي. الأستاذ عبد الغني لبصوني موجود؟ موجود. تفضلي معي. هلأ بلحقكم عجنيني. شكرا. تفضل. شكرا. عفوا، شو بتحبوا تشربوا؟ يا ريت تجيبي لنا عصير بارد للشباب. على عيني. تكرم. شكرا. حلوة هالفيلا مو هيك؟ الله يهني فيها ويبعث لنا 1% مثلها ونحن قبلانين يا ستي. إن شاء الله. الله يطعمك. على فكرة الجو بجنن أستاذي، حطينا أهلا وسهلا أنسي جمانة، صباح الخير. أهلا، صباح النور. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. يعطيك العافية. صباح بس الخير. ما نكون زعجناك. لا لا أبدا ولو، أهلا وسهلا. الحقيقة بحب هنيك على هالذوق الرائع، الحديقة كتير حلوة. شكرا يا أنسي، هي عيونك الحلوة. الله يسلمك. على كل، نحن جاهزين. امتى ما حبيت حضرتك نبدا التصوير نحن مستعد. الله يخليكي وانا كمان جاهز. يا اهلا وسهلا، مرحبا فيكم. تفضلي. شكرا. تفضلي يا اخ. شكرا. اهلا وسهلا. يسلم وديات استاذ. اهلا وسهلا، مرحبا. استاذ عبد الغني، بتحبوا تاخذوا فكره عن الاسئله ولا نخلي المقابله عفويه؟ لا والله خليها عفويه، بيكون افضل. كتير حلو، وانا كمان هيك بفضل. شو أستاذ بسام، جاهز؟ جاهز أنسة. تفضل أستاذ عبد الغني. شكرا. 5 4 3 2. سيداتي، أنساتي، سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عشنا وشفنا، والذي نستضيف فيه رجل الأعمال المشهور والصناعي المعروف الأستاذ عبد الغني لبصوني. فأهلا بكم أستاذ عبد الغني في برنامجنا ضيفا عزيزا، وأهلا بنا في منزلكم العامر. أهلا وسهلا فيكي، البيت بيتك. أستاذنا، مثل ما بتعرفوا برنامجنا عشنا وشفنا عم يستضيف بحلقاته المتتابعة الشخصيات المرموقة اللي إلها وزن بالبلد واللي ساهمت بالنمو الاقتصادي والتجاري بقطرنا الحبيب، حتى أن نشاطاته شملت كافة الاستثمارات ومختلف المجالات. وبيصيرني اليوم أني أدمك للناس بهالحلقة اللي بتحمل عنوان سيرة رجل عصامي، حتى تحدثنا عن مراحل حياتك وكفاحك وتعبك وعرقك وجهدك حتى قدرت تحقق هالثروة الطائلة. أنا تحت تصرفك أنسة، تفضلي. والحقيقة أنا حابة أكد للناس بهالحلقة أنه ما في شيء يأتي من فراغ، وحضرتك طبعاً راح تساعدني بحديثك بإلقاء الضوء على هذا المعنى. بكل سرور أنسة جمانة، أنا بالخدمة. أستاذ عفواً، أسئلتي أحياناً رح تكون مباغتة ومفاجئة، بس صدقني ها أنا مالي أكريسيف، بس مثل ما بتعرف حضرتك برنامجي بيعتمد على الصراحة والمصارحة وبيلجأ أحياناً لاختراق الجائز والممنوع. خدي راحتك وأحكي مثل ما بتريدي يا أنسة. أصلاً التحفظ واختيار العبارات المنمقة والتعابير المزبطة صار من مخلفات الماضي بالخمسينات والستينات، وأسلوب الحوار هلأ بهالعصر اختلف لأنه الناس تنورت وشكل الخطاب الموجه للناس اختلف
وهذا كله طبعا بفعل الحضارة والانفتاح. عظيم كتير، أصبح نحن متفقين. السؤال الأول أستاذ عبد الغني، أنتوا بمشاريعكم الصناعية التنموية يا ترى كان إلكم شراكة مع مسؤول؟ لا لا أبدا، أنا ما لحقت هالموضة منوب. أي موضة؟ يعني اللي بقصده أنه الموضة ماشية بهالأيام باتجاه أن يكون المال والتمويل مدفوع من الشخص يلي بيكون متغرب عن البلد أكثر من 30 سنة وملعون أبو جده حتى قدر يجمع ثروته، والدعم من بعض أشخاص موجودين بالسلطة وبيتمتعوا بالنفوذ والسلطان. بس أنا ربك حميد ما وقعت بهالفخ. ليش حضرتك بتعتبره فخ ولا شطارة بذكاء؟ أنا بعتبره فخ لأنه ما بتعرفي إمتى هالمسؤول الوديع والحمل الرضيع رح يكشر عن أسنانه الزرقاء ويلتهمك أنت وسروتك وعيلتك ومالم الفراش، ورح يقول ما شفت شي وهو عم ينكش أسنانه بعد ما التهمك. طيب عفوا حضرتك ما تعرضت لأغراءات المسؤولين؟ يعني معقول ما يكون حدا منهم عرض عليك الشراكة باعتبارك صاحب ثروة طائلة؟ بلا، وللأمانة والصدق عرضوا علي كتير، شي بروس شي بلا روس. يعني انعرضت علي الشراكة من مسؤولين صغار وكبار، ناس بشكل علني وناس بشكل سري. طيب شو كنت تعمل حضرتك؟ شو كنت أعمل يعني؟ كنت اعتذر برقة وأصرفهم عني بالحسنة، وكنت حسسهم أنه أنا مالي بحاجة لدعمهم لأنه ثروتي غير مشبوهة، ومالي آكل باذنجان مر حتى يمغصني بطني. ولا تنسي كمان أنه المال له هيبة وسطوة وقوة، خاصة إذا كان هالمال عم يشغل آلاف العاطلين عن العمل في هذا الوطن. وما في حدا ضايقك أو زعجك؟ لا يا آنسة، شو عايشين بغابة نحنا؟ بس أنت يا أستاذ عبد الغني عم تناقض نفسك. شلون يعني؟ يعني قبل شوي قلت إنه بياكلوك وبيفترسوك، وهلأ عم تقول إنه نحنا منا عايشين بغابة. طيب أنا رح أشرح لك. الواحد لما بيشارك شخص ما من السلطة معنات هالشي انه رح يكون له بعملك وشغلك رأي معين باعتباره شريك، ورح تحتدم الآراء ووجهات النظر ويدب الخلاف، ووقتها بيجي دور التكشير عن الناب. بقى ليش حتى حط حالي من الأصل تحت هالظرف المزعج؟ اي بس في ناس كتار مشاركين بعض المسؤولين المهمين بالوطن العربي وماشي حالهم وعين الله عنهم. يا ستي يتهنوا والله يسعدهم كمان وكمان، بس أنا مالي بحاجة لهالشي يا آنسي. بعدين بيني وبينك في بعض المسؤولين، مو كلهم طبعا، تعميم هون ما بيجوز لأنه في مسؤولين بينشربوا مع المي العكري. المهم في بعض المسؤولين لما بيشوفوا الواحد عم ينافق ويجامل ويساير عكس قناعته ويتلاطف زيادة عن اللزوم وعم يندس فيهم ويتمسح على أعتابهم ويكولوكلون، بيستوطوا حيطه، بيحسوا انه هالشخص لقلوق وبيحتقروه ضمنيا ولو انهم عم يستفيدوا من وراء. واكبر غلط يا آنسي هو انه الواحد يظن انه هالمسؤول هو الملاذ الامن اذا دلهمت الخطوب، والمرجع القوي عند النوائب، والسند الذي لا يتزحزح ولا يزول لانه بيوم من الايام رح يزول. طبعا هيك سنة الكون. لا هيك سنة السياسي. أستاذ عبد الغني أنا ملاحظة إنه ثقافتك ما شاء الله عالية كتير. ليش ضروري يكون صاحب المال غشيم وجاهل؟ ولا بدك ياني مثل خوري حلبون؟ طيب أستاذ ممكن تحكي لنا هيك لمحة عن حياتك وطفولتك؟ الحقيقة يا آنسة طفولتي كانت صعبة كتير، بس من صغري كنت طموح وكنت أطلع من المدرسة وأركض على الفرن يلي كنت أشتغل فيه مشان ساعد أهلي، وياما كتبت بإصبعتي على حيطان الفرن المغبر بالطحين رح تعلقي بإيدي يا سروي مثل ما بيعلق الزرب العروة. أهلك كانوا فقراء يعني؟ بالضبط. ولما وعدت أمي أني رح أكبر ورح يصير معي مصاري ورح أرجع لبيتها يلي بعته مشان تربينا، كانت تطبطب لي على كتفي بشفقة وهي عم تقول إن شاء الله يا أبني إن شاء الله. ولما قلت لها لستي رح اشتغل ليل نهار مشان رجع لك سوارتك يلي بعتيها مشاننا، سلختني طيارة الله يرحمها وقالت لي عيش يا قديش، عمرك ما رح تصير غني يا عبد الغني. يعني طفولتك كانت معذبة فيك تقولي هيك شي.
ولما صرت بالبكالوريا كنت أطلع على الأسطوح وأدرس بأيام الدفا، وبأيام البرد كنت أدرس بالليل بالفرن المسكر. هيك لحتى نجحت بمجموع ممتاز ودخلت هندسة ميكانيك. بس بصراحة بالجامعة اتضايقت من فقري كتير، وما كان يصح لي وقت حتى أشتغل بسبب انهماكي بالدراسة. لكان شلون كنت تدبر حالك؟ كنت فوت للمحاضرة قبل بساعتين وأحجز محل الطلاب، وكانوا يعطوني كم قرش مقابل هالشي ومقابل كتابتي لهم بعض النوتات والمحاضرات. وكنت أقول شغل مو عيب، وقل اعملوا، والعمل شرف، إلى آخره من هذه العبارات. هيك لحتى تخرجت بمجموع ممتاز. أي يمكن هالشي هو اللي فتح لك بواب عريضة للعمل؟ لا والله وأنتي صادقة، عضلاتي القوية هي اللي فتحت لي باب ضيق للعمل، ولهالسبب اشتغلت عتال بمعمل نسيج. بس ما في يوم من الأيام فقدت الأمل والثقة بالمستقبل يلي عم ينتظرني. صحيح أستاذ، وبيقولوا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. المهم إجانا على المعمل مهندس ألماني عجبته بنشاطي وقدرتي على العمل والتعلم، وطلب مني أني رافقه باستمرار. وأكيد أخذك معه على ألمانيا وهنيك عملت ثروتك. لا لا مو هيك القصة يا أنسي، القصة أني أنا تعلمت من هالألماني التنظيم والدقة، وصرت أعرف آلات المصنع مثل ما بعرف باطن كفي، وصرت عاملها كأولادي وشغلها بطاقتها القصوى بمنتهى السهولة، وهالشي خلى صاحب المصنع يخصص لي نسبة معقولة من أرباحه. أيوة هلأ فهمت عليك، يعني هالأرباح هي كانت نواة ثروتك ومن هون انطلقت. لا والله يا أنسة، لأنه هالأرباح هي يا دوب سدت التزامات أسرتي ومصاريفها. بس الحقيقة أنا تسوقت خيط رفيع من مصر وبرته 36 مليمتر ونسجته على الآلات بإيدي، فطلع معي بالنتيجة أنعم قماش شافته البلد بالستينات، وكانت الناس تسجل طلباتها مشان تشتري هالقماش قبل 6 شهور. فتصور أصبح مصدر غناك من هالقماش الناعم اللي أنت نسجته. لا والله يا أنسة مو بالضرورة، لأنه مصاريف العيلة كانت كبيرة وكان لازم دخل إخواتي على الجامعة واتكفل بمصاريفهم. والحقيقة مشوار العمل كان لسه طويل قدامي. أصبح شو سويت وقتها حتى قدرت تجمع هالثروة؟ يا ستي درست آلات النسيج اللي عندي منيح كتير حتى قدرت أصنع المخمل من الآلات اللي بتصنع بشكير، والله وفقني والحمد لله. يعني من ورا هالشي قدرت تحقق ثروة؟ مو ثروة بالمعنى الحرفي، بس رغم هالشي قدرت اشتري المصنع من صاحبه بعد ما ركبته للديون. أصبح مصنع المخمل هو اللي لبسك المخمل؟ لا والله، المخمل شلحني صندل وعصر فوق راسي خردل. خير، ليش أستاذ؟ لأنه شريكي استكتر علي المعمل اللي اشتريته بجهدي وعرقي وحرق لي المعمل وصفيت على الحديدة. بصراحة يا أستاذ أنت مثال نادر للصبر والمثابرة. الله يخليك يا رب. لكان شلون تشكلت معك نواة الثروة؟ بالثمانينات اخترعوا خيط اسمه خيط الليجرا، وعرفت أنا أنه رح يكون لهالقماش مستقبل، لأنه خيط الليجرا بتنصنع منه الملابس الضيقة والنسوان بيحبوا هالشي، وكانت ضربة العمر بالنسبة لي. ها هون مربط الفرس، أصبح من هون إجت ضربة العمر. هو هيك أنا ظنيت، بس الضرائب هلكتني والمالية دبحتني ودبرت لي ضريبة بمفعول رجعي لورا 15 سنة مع فوائد تأخير. ولما عجزت عن دفعها حطوا إيدهم الكريمة على المعمل، يعني ألعن من التأميم الذميم، وصفيت على الحديدة بعد 20 سنة عمل وجهد وعرق. يا حرام، فعلا شي بيقهر. بيقهر وبس يا أنسة جمانة. أنا بهداك اليوم اكتشفت أنه الإنسان بهالبلد بيقضي عمره كله مثل التور المربوط على الساقية، وبيحرق أعصابه وبيفني شبابه وبيشتغل وبيتعب وما بيقدر بالأخير يصمد قرش واحد، وبيطلع مثل صبي الحمام، إيد من ورا وإيد من قدام. عفواً أستاذ لبصوني، أنت فعلاً حيرتني وخليتني أنا والأخوة المشاهدين مندهشين بالكامل. ليش بقى؟ لأنه لحد هلأ ما قلت لي منين جبت ثروتك. يا ستي تكرمي، راح أقلك. أنا إلي عم بأستراليا من 50 سنة عايشة هنيك، وما تجوز، توفى بليلة ما فيها ضوء أمر الله يرحمه، وترك لي ثروة تقدر ب90 مليون دولار. يعني ثروة؟ يعني هالبلد ما عطتني شيء. معقول؟ إلا كان شو مفكرة؟ أنا الحمد لله لا سرقت ولا ارتشيت ولا أكلت حق مظلوم
ولا مديت ايدي على الحرام، وقبل كل شيء بخاف الله بأسرتي وعيالي وبلدي.